هذه الندوة التي نحتفي بها بإصدار جديد من إصدارات مركز أبوظبي للغة العربية. وهذا الإصدار هو ضمن سلسلة 100 كتاب وكتاب. هذا هو الإصدار الثالث بعنوان 100 مبدعة ومبدعة. وهي أننا لا نعني أن كل كتاب أو رواية أو مبدعة اخترناها أن ذلك يعني نفياً أو إبعاداً لكل من لم يختر في هذه الكتب الثلاثة. فنحن محكومون بمسألة العدد في واقع الأمر، ومحكومون بالكثير من الاعتبارات الفكرية والبحثية والإبداعية. هذا كتاب تأسيسي، لا نزعم أنه قال الكلمة النهائية، لكنه قال كلمة كبيرة، وهذا حق على الجهد، أن الكلمة في هذا الكتاب كبيرة. هو فاتحة ويظل فاتحة، ومزايا الكتب ذات الفتح أن تفتح الجهود.